محتوى المخدرات ما تعملش مخدرات محقونه بركه، فما عديد المخدرات معناتها اللي انتشرت مع 2011 دونك الاغلبيه لي جون برشا يستهلكوا معناتها في الكي ام 6 دونك يعملوا دي كومبورتمون ا ريسك بيان سور على عند تاثير المخدرات. كي يبدا واحد يستهلك المخدرات دونك سو ليفي دو دروغ دونك برشا يجم يعمل دي كومبورتمون ا ريسك معناتها يعمل علاقه جنسيه غير محميه وهذا معناتها ياثر معناتها يجم يتنقل له معناتها امراض ما قولا جنسيا والسيدا والعبيد اللي نلقاهم عندهم فيروس تاع الفي اتش دونك لو بروفيل تبدل معناتها قبل كنا نلقاو 40 سنه 50 سنه توا نلقاو معناتها في دي جون صغار 17 سنه 18 سنه. نحن نعرفوا نحن التحاليل الخاص بالسيدا بنعملوه كاين انسان يكون بالغ معناتها يكون عمره 18 سنه، مي برشا عبيد يجي معناتها ما يقولناش العمر نتاعو يبدا معناتها فيخ في العمر دونك ما يقولناش دونك نجمو نعملوا له التحاليل الخاص بالسيدا. دونك الاغلبيه لي جون تو نلقاوهم 17 18 20 22 سنه دونك اكثر العبيد معناتها متعايشين مع فيروس السيدا اللي هما نسبه كبيره على الاخر اللي هي عند لي جون هذوما. نخدموا على طول العام دونك فما معناتها وين متركزه معناتها وين موجودين لي جون دونك نحن نمشيو نعملوا سيونس دو سوسيبيتاسيون. مي الاشكاليه معناتها نحن تعرف بعد الثوره برشا عباد معناتها ولاو ما عادش يحبوا ياخذوا المسؤوليه ولات عندنا لاكسي معناتها وين موجودين لي جون صعيبه شويه معناتها كي نقولوا لاكسي صعيب معناتها قبل كنا في معناتها ما غير اوتوريزاسيون تنجم تدخل ليسي تمشي لي فوايي البقايا الكل وين موجودين لي جون تدخل توا ولات معناتها باش تاخذ الاوتوريزاسيون ماك تعرف معناتها الاداره التونسيه سا بخون دو تون معناتها باش تاخذ دونك لاكسي لي جون هذوما ولات صعيبه على الاخر. اكثر حاجه معناتها خايفين منها نحن كجمعيه دونك لا بريفالونس معناتها عامل تمشي ترتفع. قبل كنا نسمعوا ب 70 حاله في العام توا معناتها 2022 عندنا 412 حاله هذوما ديكلاري العباد اللي عملوا التحليل الخاص بالسيدا ونعرفوا معناتها مع سورتو معناتها استهلاك المخدرات فبرشا عباد معناتها لي جون يعملوا معناتها دي كومبورتمون ا ريسك والنسبه معناتها هذا اللي نعرفوه نحن ما يخلي معناتها اللي ما نعرفوش دونك بريفونسيون دونك لازم معناتها تكون موجوده معناتها في وين موجودين لي جون. المخاوف مخاوف كبيره على الاخر خاطر كي الانسان معناتها ما يعرفش السيسيولوجيك نتاعو دونك لو ريسك اللي هو معناتها نجم نلقاوه في ستاد افونسي واللي هذه معناتها يقلق على الاخر معناتها باش يش معناتها العلاج. باش نعطيك كيلكو شيفر معناتها كا نوفيلمون انفكتي بالنسبة للرجال عام 2020 عندنا 124 حالة 2021 162 حالة 2022 295 حالة دونك هذا عامل كل عام معناتها لو نومبر معناتها يزيد. بالنسبة للنساء عام 2020 72 حالة 2021 108 حالات 2022 117 حالة دونك لو شيفر معناتها عامل من عام لعام قاعد يتزايد دونك توتال في 2020 196 حالة 2021 270 حالة 2022 412 حالة دونك شوف لو شيفر عامل يمشي هذوما اللي عملوا التحاليل الخاص بالسيدا ما يخلي معناتها العباد الأغلبية معناتها ديما فما خوف من التقصي من الفيروس الفي اتش. نحن نطالبوا معناتها من وزاره الصحه ولا معناتها وزاره التربيه دونك يخليونا معناتها يرخصونا باش ندخلوا معناتها وين موجودين لي جون سواء كانوا نقولوا في ليسيات ولا في المعاهد دونك يخليونا معناتها المجال معناتها باش نجموا نعملوا توعيه وتحسيس حول الامراض المنقوله جنسيا والفي اتش وكيف كيف حول معناتها على المخدرات اون جينيرال. فما لا تي اس ار هي الاسوسيسيون تاع الصحه الانجابيه دونك عملوا خدمه كبيره معناتها بروجي مع وزاره التربيه دونك فما باش يقريو معناتها على الجونغ على السونتي سيكسويل ريبرودكتيف دونك ان شاء الله ابارتيغ ظهري قاعدين يحضروا توا ابارتيغ من العام الجاي في مشوار لي موديول كامل معناتها على الجونغ على السونتي سيكسويل ريبرودكتيف دونك تبدا موجود معناتها ديسي العام الجاي بقدرة ربي.